Let's do this. هلا هلا بالحبايب. اهلا بيكي. معايا اليوم اول مخرجه ومنتجه اماراتيه نايلة الخاجة. وعايزه اقول لكم ان نايلة مش سهله خالص. مش سهله خالص. هي بتبان لذيذه ولطيفه بس الست دي جريئه في كل اعمالها وكل اختياراتها. حصلت على جوائز كتيره قوي والقاب اكتر. Beautiful. Everybody clap. انتي لما قررتي ان انتي تكوني مخرجة يا ترى كنتي فاهمة قد ايه ده قرار جريء؟ ما كنت عارف ان احتاج صبر ايوب. احكي لي ليه انتي ما كنتيش خايف؟ حس في اي مجال الواحد كان محترف في مجاله ويحترم نفسه ويحترم غيره يعرف يمسك الكادر اللي هو معاه. طبعا زوجي متأقلم جدا في الجو. احيانا مثل ما قلت نتأخر الساعة 3-4 بما انه يعني سند وسندي ظهره يعني طبعا من كل النواحي فيشجعني ان انا اكون في هالمجال. بس قبل ما نوصل لجوزك صح. رد فعل اهلك كان ايه لما انت قلت لهم بابا ماما انا هكون مخرجه؟ في البدايه قالوا يا لهوي. لما درست اخراج في كندا خاصه كانوا خايفين علي لان سمعه المجال هذا صعب فانا ما الومهم. ان في سمعه زي ما انت قلتي سمعه صعبه حول المجال ده انك ممكن تخلقي حياه مختلفه عن الناس بتتوقعها لانهم شافوا نتائج الاعمال اللي سويتها يقرون عني في الجرايد فبعدين لما يحصلون الثناء من اصدقائهم الناس تشجعهم يرتاحون نفسيا طبعا وطبعا بعد ما اتزوج ارتاحوا خلاص. احسن حاجه. بس خلينا نتكلم كمان عن جوزك. اخترتي واحد يعني واحد اولا ابيضاني وحليوه كده واسمه كريستيان. فقولي لي الموضوع ده بقى ازاي عدى كده؟ قرار جدا صعب. كاني هسه اقول لهم بتزوج واحد من المريخ. كان جدا صعب. ان الست الامراه الاماراتيه تتجوز اجنبي مش حاجه محبوبه قوي. انا بالعكس ما عندي اي مشاكل يعني كنت اذا تزوجت مواطن بالعكس ما في اي بالعكس بس هو نصيب مكتوب. كان جدا صعب ان الواحد يتاقلم يعني في العقليه هاي بس انا يعني عنيده. وكنت مرتاحت له وبعدين يعني نص اهلي كانوا حابينه وعارفين شخصيته كيف وقالوا هذا مناسب جدا لها يعني كان مثل ما يقولون منفتح انه يتعلم عن عاداتنا وتقاليدنا وعن ديننا ويدرس ودرس بعد الاسلام 6 شهور وغير اسمه يعني he went all the way عشان عرفتي. انت حتى في يعني في قرارات حياتك دايما ما بتخافيش يعني حتى لما قررتي تكوني مخرجه ما قررتيش ان انت تعملي افلام حب وحنان وكوميدي؟ مفيش افلام حب وغرام خالص. كل الرعب وتحرش جنسي. ما خفتيش ان ممكن يكون رد فعل ضدك؟ سؤال ممتاز. انا نهاياتي كلها مفتوحه فهو الشخص يستنتج من الماده اللي هو يعني النظره اللي هو يشوفها. يعني بعطيك مثال الفيلم تاع المراهقات تاع الموعد الغرامي الناس اللي كانوا كثير متدينين قالوا سبحان الله الحمد لله خوفتيهم. اوكي. شو بقت بتخوف العيال حرام عليكي. مثلا لو نقول قاعده انت دايما تبعتيها في حياتك حاسه ان هي وصلتك للسكسس للنجاح اللي انت فيه دلوقتي؟ ما اتوتر انا وايد يعني دائما اخلي عواطفي تحت كنترول بس اخلي الامور يعني هاديه اكون دائما مبسوطه ريلاكس ريلاكس جدا. هذا نصيحه مهمه جدا. لا توترون يعني اذا شيء انتم مو في طاقتكم لا توترون نفسكم حق هذا الشيء. كيف؟ شكرا على الانترفيو معنا النهارده يا نايلة. وانا متاسفه على البعوض اللي عضتش اليوم. لا احنا لازم نطلع من هنا يا جماعه عشان الموسكيتوز اكلونا خلاص. تابعوا فيلم نايلة الجديد هينزل في التيزر التريلر هينزل قريب ان شاء الله نوفمبر 3 والفيلم الظل ذا شادو هينزل امتى؟ الفيلم كامينج سون 2020 كل حاجه 2020 باي باي.